شكيلة بنت نعازمي، رقم الطلبة 044718. اليوم سأتكلم عن المادة النقد الأدبي العربي، ثم أوصل إلى الموضوع النقد في اللغة والاصطلاح. المادة نقد فذكر ابن فارس في كتابه مجمل اللغة إن نقد الدراهم المعروف، والدرهم نقد أي وزن جيد، والنقد في الحافر تكسره يقال حافر، يقال حافر نقد، والنقد في الدرس تكسره، وما زال فلان ينقد بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظر إليه. ثم في معجم مقاييس اللغة يفسر ويعمق الفكرة شارحا وموضحا ومعقبا، فيقول نقد النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه، من ذلك النقد في الحافر وهو تقشره، حافر نكد متكشر. من ذلك أن النقد عند ابن فارس يدور حول هذه المعاني: أولا النقد تمييز الدراهم، ثم درهم نقد وازن جيد، ثم النقد في الحافي تكشره، ثم النقد في الدرس تكسره، وأخيرا ينكد ببصره إلى الشيء لم يزل ينظر إليه. ثم في ترى المعنى التي أشار إليه ابن سيده تتضحي في النقاط الآتية: أولا النقد خلاف النسيئة، ثم النقد والتنقاد تمييز دراهم، ثم ونقده إياها نقدا أعطاها، ثم نقد الشيء إذا نكره بإصبعه وغير ذلك. ثم أوصل إلى معنى الاصطلاح، معنى النقد في الاصطلاح: أولا الإعطاء والعطاء، ثم إنعام النظر وإدامته، ثم النقاش والمناقشة، ثم كشف المحاسن من مساوي أو تمييز الجيد من الرديء، وأخيرا الأخذ والتناول. وفي آخر الكلام اكتفي بهذا القدر، شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.